مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من ترندز. حلقه هنتكلم فيها عن كل الترندز اللي شغلت الناس خلال الاسبوع اللي فات، وهنجيب لكم فيها كل اخبار السوشيال ميديا لحد عندكم. هيكون النهارده معانا ترند خاص جدا بالفنانه دنيا سمير غانم. طبعا كلنا عارفين ان دنيا كانت بتمر بظروف صعبه جدا الفتره اللي فاتت بسبب وفاه والدها وكمان والدتها ربنا يرحمهم. بس الحقيقه دنيا ظهرت خلال الايام اللي فاتت بفوتوشوت على صفحتها الخاصه على الانستجرام، وناس كتيره جدا اتفاعلت معاها بشكل ايجابي جدا، خصوصا الناس حست من الفوتوشوت ده ان دنيا ابتدت تتخطى احزانها وتخرج من حاله الحزن الكبير اللي كانت عليها. الجميل ان دنيا نشرت 2 فوتو شوت والاثنين كانوا مع نفس فريق العمل. الستايلست طبعا كانت مايا حداد، الميك اب ارتست دنيا دينا راغب، ومصفف الشعر احمد منير. والمفروض ان دنيا سمير غانم تعود للدراما بمسلسل عالم موازي في رمضان اللي جاي، واللي كان مؤجل من رمضان اللي فات بسبب اصابتها هي ووالدتها بفيروس كورونا. وزي ما قلت لكم الناس كانوا مبسوطين جدا في تعليقاتهم من الخطوه دي ومن عوده دنيا مره ثانيه لجمهورها اللي بيحبها جدا وكل افراد اسرتها اللي ياما قدموا اعمال فنية أسعدت ناس كتيرة جدا. النهاردة آخر ترند معانا هو ترند عالمي الناس كلها بتتكلم عليه خلال اليومين اللي فاتوا، خصوصا أن الترند خاص بالنجم العالمي توم كروز ورجل الأعمال إيلون ماسك. طيب إيه الحكاية؟ أقول لكم أنا إيه الحكاية. الحكاية باختصار أن في شركة اسمها سي اللي هي اختصار لشركة سبيس انترتينمنت انتربرايز، أعلنت من أيام أنها بتخطط لأنها تعمل وحدة بث للأفلام والتلفزيون والرياضة والترفيه من محطة فضاء دولية. يعني بوضوح كده الناس دي هتعمل محطة بتاعة التلفزيون في الفضاء، وقالوا ان المحطة دي هيتم اطلاقها في سنة 2024، يعني بعد سنتين من دلوقتي تقريبا. الشركة دي بقى احد ملكها هو رجل الاعمال الامريكي الشهير إيلون ماسك، واللي مهتم جدا بالفضاء لدرجة ان الرجل اعلن من وقت قريب انه قرر انه هيروح ويعيش في الفضاء، لدرجة انه كمان ابتدى بالفعل يبيع كل بيوته وقصوره اللي على الارض. والشركة أعلنت بقى أنها هتتعاقد مع النجم العالمي توم كروز على تصوير فيلم في الفضاء، وأن الفيلم هيتصور جزء منه في المحطة دي، وأن الشركة رصدت ميزانية إنتاج مبدئية هي 200 مليون دولار، ممكن طبعا تزيد. وطبعا الخطوة دي بتخلي شركة سي تبقى أول شركة إنتاج فني وسينمائي في الفضاء. عايزة هنا بس أقول لكم أن الشركة مخططة أنه يبقى كمان في عروض وحفلات في الفضاء، يعني مش بعيد كده نسمع عن ناس بتستعد أنها تسافر الفضاء عشان تحضر حفلة غنائية لمطرب معين، أو نلاقي مثلا حفل توزيع جوائز الأوسكار معمول في الفضاء. وبعيدا بقى عن القصة دي كلها، بيستعد توم كروز حاليا لترويج فيلم توب جون مافريك اللي بيتم تأجيل تاريخ إطلاقه من صيف 2020 ل 23 ديسمبر 2020 ولمايو 2022. وبكده خلصت فقرة ترندز اوف ذا ويك. ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة سكوب، واللي هنتكلم فيها النهاردة عن موضوع مهم جدا شغل الناس خلال الأيام اللي فاتت، وهو موضوع الاقتباس من الأفلام وكمان المسلسلات الأجنبية، خصوصا في الجزء الخاص بأفلام وموضوعات نهاية العالم. يمكن كلنا شفنا خلال رمضان اللي فات مسلسل كوفيد 25 للفنان يوسف الشريف، واللي كان بيتكلم عن انتشار فيروس هيدمر الحياة وهيكون نتيجته ان الناس هتتحول لزومبي. اليومين دول بقى في مسلسل نزل على واحدة من المنصات الشهيرة اسمه الجسر، وهو مسلسل صغير مكون من 6 حلقات بس، وبيتكلم برضو عن الحياة بعد نهاية العالم، وهو بطولة نيلي كريم وعمرو سعد واخراج بيتر ميمي. ايه المشكلة في المسلسل وايه اللي خلاه يثير جدل عند ناس كتيرة جدا على السوشيال ميديا؟ المشكلة ان صناع المسلسل طلعوا في تصريحات صحفية وقالوا ان الفكرة مصرية خالصة وانه مش مقتبس خالص، وعشان كده كل الاسماء اللي اختاروها للابطال هي اسمها ليها علاقة بالتاريخ اللي احنا عارفينه، زي مثلا اسم ادم ونوح وكمان دليلة. وطبعا الكلام ده عمل حالة كبيرة جدا من الجدل، خصوصا ان المسلسل مقتبس من اعمال كتيرة مش عمل واحد، زيه زي مسلسلات تانية زي The Walking Dead او The Nation وغيره من الاعمال التانية. في برضه To The Lake واللي هو اقرب مسلسل في قصته
يحصل مسلسل الجسم، مع الاختلاف ان الناس في المسلسل الاجنبي عايزين يوصلوا لمكان فيه بحيره عشان يلاقوا الامان، والناس هنا في المسلسل ده عايزين يوصلوا للجسر عشان برضو يلاقوا الامان. وكمان في فيلم ذا رود اللي هو تقريبا نفس فكره المسلسل والافلام، لو قعدنا نتكلم عليها عايزين حلقه كامله. وطبعا فكره الملابس واللوكيشن وحاجات كتيره قوي هنلاقيها شبه كل الموجود في الافلام. علشان نعرف اكتر عن الموضوع هيكون معانا دلوقتي على زوم الناقد الفني الاستاذ مصطفى الكيلاني. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. احنا كنا عايزين نسالك عن الموضوع بتاع الاقتباسات. احنا دلوقتي بنشوف ان هل ده بقى اسهل ان احنا نقتبس من الاعمال الفنيه الاجنبيه؟ هو ده اللي حاصل حاليا في كل الاعمال للاسف، انه السينما كلها اصبحت مبنيه على اقتباسات من اعمال اجنبيه بالملي. يعني احنا عندنا مثلا فيلم البدله بتاع تامر حسني، ما هو مقتبس من فيلم امريكي نفس الحدوته. فيلم اللي معروض حاليا من اجل زيكو مقتبس بالكامل من فيلم امريكي. فالاقتباسات موجوده وحتى بدون الاشاره للمصدر الاصلي، ودي مشكله هتوقعنا بعدين في ازمه بسبب حقوق الملكيه الفكريه. يعني طبعا حتى مش بنشير للمصدر الاصلي للعمل، ودي مشكله كبيره جدا. طب حضرتك شايف ان فكره مسلسلات نهايه العالم احنا ممكن نعملها بشكل يتناسب مع افكارنا اللي ممكن مثلا ترفض افكار كتير زي الزومبي مثلا؟ والله يعني احنا متقبلين ده في الافلام الاجنبي، لكن المجتمع المصري والعربي لازم ياخد وقت على ما يقدر يتقبل الافكار اللي بيقبلها عادي جدا جدا في الافلام الاجنبيه يقدر يتقبلها في الافلام العربي. صعب قوي عليه انه يستوعب انه ممكن يكون في حاجات تتنافى مع اللي اتعود عليه في مجتمعه، اللي اتعود يشوفه في مجتمعه، او اللي يكون فيه خيال مختلف عن الخيال اللي اتعود عليه. للاسف احنا الافق بتاع المجتمعات العربيه وخيالها بقى صعب قوي، بقى مش مفتوح، بقى منغلق تماما منذ فترة السبعينات وحتى الآن. احنا بنحاول، الدولة بتحاول تتكلم على انه محتاجين نطور افكارنا ونطور مفاهيمنا ونطور عقولنا. وده بالمناسبة كانت البيئة الخصبة للتطرف طوال سنين. انه فكرة فقر الخيال هو بيئة خصبة للتطرف، وبسببه نشأت جماعات الإرهابية، وبسببه نشأ جماعات الإخوان المسلمين وغيرها. فاحنا علشان نقدر نقول انه حاجات زي الزومبي، زي مصاص الدماء، زي غيرها، علشان تبقى موجوده في مسلسلاتنا وافلامنا المصريه والعربيه، محتاج مجتمع يكون اكثر وعي. واحنا شايفين حتى المشاكل اللي حاصله بسبب عدد من الافلام اللي معروضه حاليا ورفض المجتمع ليها، وخاصه على السوشيال ميديا، ولدرجه ان هم دفاعا متخيلين ان هم كده بيدافعوا عن الدين، ان متخيلين دفاعا عن المعتقدات الدينيه ممكن يخالف تلك المعتقدات الدينيه بانه يشتم ويقذف المحصنات وغيرها. ده اللي حاصل للاسف على السوشيال ميديا كتير جدا، وبقى مزعج. ولذلك حتى موقف نقابه المهن التمثيليه وغيرها من الجهات المسؤولة في البلد بدأت تاخد موقف حاد أصلا تجاه الموضوع ده، وتجاه ردود فعل الجمهور المتعصب والمتطرف. طب احنا ليه لما بنيجي نتفرج على فيلم أجنبي بنتقبل ان احنا نتفرج عليه ويعجبنا علشان هو فقط أجنبي، لكن لما نيجي نعمل الفيلم ده شبهه أو يعني تقليد ليه بالعربي بيبقى فيه هجوم حاد عليه؟ علشان هو طالما أجنبي يبقى هو بعيد عن ثقافتي وبعيد عن معتقداتي اللي أنا شايف إن هي الصحيحة. تمام. وأول ما نعرب النسخة دي يبقى لأ، ده كده في مشكلة، لأ هو دخل يهاجمني بقى ويهاجم معتقداتي، لأ ده مش حقيقي خالص. ما أنت بتتفرج عليه، لو أنت هتتغير معتقداتك ما أنت بتتفرج على النسخة الأجنبي وبتعجبك، المفروض انه يعني خلاص ان هي يعني عمل نسخه عربي مش هيفرق معاك لان انت اتفرجت على الاجنبي وعجبتك. القصه كلها انه احنا ورثنا انغلاق وفقر خيال منذ فتح الباب للجماعات المتطرفه انها تسيطر على المجتمع المصري.
من 30 يونيو 2013 واحنا بنحاول نرجع الهوية المصرية ونرجع الافكار المصريه. حتى بالمناسبه الرئيس اتكلم على ده كتير جدا خلال وخاصه خلال الفتره الاخيره واخرها مثلا خلال اعلانه لاستراتيجيه حقوق الانسان، اتكلم على ده بشكل واضح انه المجتمع مش هيقبل حاجات، ولازم حتى في التشريعات وكده وخاصه التشريعات الخاصه بحقوق المراه وغيرها، فلازم ناخد وقت شويه يتغير المجتمع ويتطور المجتمع عشان نقدر نعمل التشريعات دي. ده كان بالمناسبة ده كان كلام واضح جدا من الرئيس السيسي في الموضوع ده في يوم إعلان الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان. طيب حضرتك شايف الاقتباس ليه حدود، ولا احنا ممكن ناخد الحاجة فعلا زي ما حاصل دلوقتي زي ما بيقولوا كوبي بيست؟ لا، هو طبعا الاقتباس ليه حدود. فكرة ان انا اخد كوبي بيست من غير ما اشير للمصدر الأصلي دي المشكلة. يعني لو في إشارة للمصدر الأصلي معناها إن في حقوق للشركة الأصلية، ومعناها إنه في، بقول بشكل واضح إن أنا ناقل وبعمل تمصير، إنما إن أنا ما شيرش للمصدر الأصلي ده معناه إن أنا سارق بشكل واضح. ده مش اقتباس، ده اسمه سرقة بشكل واضح، وده التسمية الوحيدة اللي نقدر نقولها حسب قوانين العالمية لحقوق الملكية الفكرية. حضرتك ايه رأيك في فكرة النوعية دي من المسلسلات اللي بيكون عبارة عن 6 حلقات بس؟ المسلسلات القصيرة هي مسلسلات اقدر اقول ان هي فكرة مهمة، ان هي دخلت جوه ثقافتنا. احنا خلاص كان عندنا زمان السبعيات، وكان عندنا ال10 حلقات وال15 حلقة، فجأة بقت كل المسلسلات لازم تفرد عن 30 حلقة، وممكن ساعات كانت بتزيد مع الاستاذ اسامه عراكشه او الاستاذ محمد صفاء عامر الله يرحمه. ماشي. وللاسف احنا اخذنا وقت طويل في ده، فكان عندنا لما كان عندنا سيناريستات كبار كانوا يقدروا بيملوا الحلقات احداث، وكل حلقه بيبقى فيها تطور في الاحداث والشخصيات. بعد كده دوره الانتاج عندنا باظت وبقى في مشاكل كتير، فبقى المسلسلات بتوصل لحد الحلقه ال5 وال6 او بالكتير قوي ال9 وتبدا تفضى وما ترجعش الحلقات تشد ويبقى في معنى ليها غير بعد الحلقه ال28. صح. وساعات كمان كانوا يقولوا ان احنا بنعرف المسلسل كله في اخر حلقتين. بالظبط كده. مع المسلسلات الجديده، الخطوات الجديده في الانتاج اللي حاصله حاليا، سواء اللي بتعملها الشركه المتحده او منصات اخرى عربيه، ماشي، انه يبقى في 10 حلقات او 6 حلقات، ده معناه انه احنا في تطور حاصل، في احداث مشدوده طول الوقت، ما فيش ترهل فيها، اقدر اتفرج على حاجه على حدوته كامله بتفاصيلها بحوادثها في 6 أو حتى 10 حلقات. يعني احنا لسه كنا مثلا مستمتعين جدا بمسلسل كوميدي اسمه موضوع عائلي، كل حلقاته 10 حلقات، وغيرها من المسلسلات إلا أنا اللي بيتعرض على الشاشات المتحدة نفس الحدود، حلقات قصيرة وصغيرة وسريعة جدا جدا، 9 أو 10 حلقات. صح. الموضوع ما فيش ملل، ما فيش ترهل في الأحداث، ما فيش ممثلين أصلا ناسيين إيه طبيعة دورهم وتفاصيل شخصياتهم. ده بيحصل كتير بالمناسبة في المسلسلات ال30 حلقة، لكن المسلسلات القصيرة انا متابع ومشدود، متعوب عليها في الكتابه بشكل كويس جدا جدا. ممكن مش كلها، مش هقدر اجمع الكل واقول ان هم كلهم كويسين جدا جدا، لكن على الاقل اقدر اقول انه في 80% من تلك المسلسلات معمول بشكل كويس واحترافي جدا، والدليل اللي هو ان احنا دلوقتي قاعدين بنتكلم على المسلسلات دي، ده دليل ان هي جذبت الجمهور. صح. وبقى في تفاعل معاها، والبرامج التلفزيونيه وحضراتكم مهتمين بان احنا نتابع ردود الافعال عليها. بشكر حضرتك جدا استاذ مصطفى الكيلاني، وبكده تكون خلصت فقرتنا، فقره سكوب. هنطلع فاصل وهنرجع تاني على طول. حيوان عنده نفس بصمات الإنسان وتقدر تلبسه أي قضية. الدراسات بتقولك إن حيوان الكوالا عنده نفس بصمات الإنسان، لدرجة إنك لو في مسرح جريمة والخبير حب يرفع البصمات مش هيعرف إن دي بصمة حيوان، وهيفتكرها إنها بصمة إنسان عادي جدا. والأبحاث قالت إن حتى البصمات دي ما يقدرش المجهر يكتشفها، ولازم يكون في أجهزة متخصصة جدا عشان تعرفنا إذا كان ده حيوان الكوالا
ولا انسان. والحقيقه هو مش حيوان الكوالا بس اللي عنده نفس بصمات الانسان، لا ده كمان الغوريلا والشمبانزي. واعتقد ان في حوادث كتير في العالم اكتشفوا ان اللي قام بيها في الاخر كان حيوان، رغم ان هي كانت بصماته تدل ان هو انسان. كتير مننا ما كانش يعرف المعلومه دي، ودلوقتي ما حدش يقدر ينكر ان السوشيال ميديا بقت مصدر معلومات اساسي لناس كتير. اللي عايز يعرف اي معلومه دلوقتي بيدور عليها على السوشيال ميديا او على جوجل، بس مع الاسف مش كل المعلومات الموجوده بتكون صحيحه. عشان كده هيكون معانا النهارده على زوم ضيف بيحاول انه يقدم معلومات مهمه ومفيده للناس عن طريق السوشيال ميديا. ضيفنا النهارده احمد رضا، مؤسس صفحه بريك. ازيك يا احمد؟ ازيك يا هيمي، الاخبار؟ الحمد لله كله كويس. اول حاجه هسالها لك، انت ايه اللي خلاك تاسس الصفحه بتاعتك؟ والله انا دايما عندي احساس كده ان انا عايز اعمل حاجه تكون ليها علاقه بالسوشيال ميديا، فبالنسبه لي ان انا السوشيال ميديا دي حياتي، واخده حياتي كلها، فكنت عايز اقدم للناس حاجه تكون مفيده وفي نفس الوقت ما بقاش يعني اي نعم في ناس عملت الحاجات دي كتير، بس انا كنت عايز اعملها بشكل اسرع بحيث ان الناس بقى خلقها ضيق انها تقعد تسمع فيديو فيه معلومات لمده 10 دقايق و20 دقيقه. فقررت ان انا اعمل الفكره دي وانها تكون حاجات موجزة خالص، دقيقة أو نص، أو للناس معلومة جديدة يعرفوا بيها حاجة هم ممكنوش يعرفوا. بس خصوصا الناس بتحب المعلومة فعلا تكون قصيرة وما تبقاش فيها كلام كتير عشان يقدروا يستوعبوها. يعني أي حد بيدخل على فيديو دلوقتي بيشوف المدة بتاعته قد إيه، لما بيلاقي إن المدة كبيرة جدا بيسكيب الفيديو وبيقولك خلاص مش لازم حتى أعرف المعلومة اللي جاية لحد عندي. بالظبط، احنا بنواكب الفكره نفسها دلوقتي، خلاص بقى التيار دلوقتي ماشي بسرعه، كل حاجه بقت بسرعه. صح، فالناس مبقاش عندها خلق تاخد المعلومه بشكل طويل، محدش بقى عنده خلق يقرا كتب والحاجات دي زي الاول، فبننجز للناس يعني مش اكتر. طيب انت ازاي بتتاكد من صحه المعلومات اللي انت بتقدمها؟ مبدئيا لما انا بيبقى عندي مثلا فكره ميني بريك او بريك هعمله، بدخل على مواقع تكون اجنبيه الاول، لما بتبقى دراسات ليها علاقه بالعلم يعني والكيمياء والفيزياء والحاجات دي، بدخل على مواقع اجنبيه وتكون المواقع دي موثقه، يعني مواقع معروفه معترف بيها، بتنزل بقى بتنزل تقارير طبيه او بتنزل في مجلات طبيه، الحاجات دي كلها بدخل يعني ببقى دقيق جدا جدا في حاجه زي دي، لان انا عارف اني لو كتبت اي حاجه وجي حد لقى مصدر ليها مختلف عن اللي انا جبته هيبقى شكلي وحش خالص يعني واخسر مصداقيتي مع الناس. فبتبقى اول حاجه ليا بروح لها هي التقارير الاجنبيه. عمرها بعد كده بشوف بقى الحاجات، يعني مرة حطيت فيديو فيه معلومات قصيرة وطلع ان المعلومة ما كانتش مظبوطة من المصدر اللي انت اخدته؟ ده زمان قوي بقى، في الاول خالص يعني، انا بادئ بقالي سنتين تقريبا، عملتها تقريبا مرة ومن ساعتها ما اتكررتش. يعني مرة كتبت حاجة وكان المصدر مش قوي وانا ما خدتش بالي ان المصدر مش قوي، وبعد ما نزلت الفيديو اكتشفت ده ومسحت الفيديو بعدها على طول. بالظبط. طيب ايه نوعية الفيديوز اللي انت بتهتم ان انت تركز عليها؟ بصي، هو انا مش حاكم نفسي في نوعيه معينه عشان ما ابقاش ضيق في اختياراتي، لا انا موسع اختياراتي شويه، بس الحاجات اللي بعتمد عليها اكتر اما الحاجات الغريب، الحاجات اللي بتلمس الناس في الحاجات العاديه، مثلا زي هو انا ليه بتاوب، هو انا ليه جسمي بيقشعر، هو انا ليه مثلا الحلم بتاع السقوط، في الحلم ده اللي هو تحس ان وانت نايم كده تحلم ان انت بتقع. حلم كلنا بنحلم الحلم ده اساسا، الحاجات اللي هي بتلمس الناس ايه اسبابها، يعني اسبابها علميه ايه او تفسيرها ايه. والحاجات الثانيه اللي بتكلم فيها بقى المعلومات العامه، الحاجات مثلا زي الرحله بتاعه الفضاء بتاعه شهر العسل، اغلى شهر عسل في العالم، زي الاكلات الشعبيه، الاكلات العامه للدول العربيه عامه، اللي هي الناس بره، يعني احنا مثلا بنشوف الاكل بتاع الصين قد ايه الاكل غريب، ويعني ايه بياكلوا فيران، يعني ايه بياكلوا حشرات، في نفس الوقت الناس دي بتبص لنا نفس النظره، اللي هو انتوا ازاي بتاكلوا ممبار، بتاكلوا مصهرين الحيوانات، بتاكلوا اللسان، بتاكلوا الكوارع اللي هي الاظافر بتاعتها، فهم عندهم برضو نفس النظره يعني. وكان الفيديو ده من اكتر الفيديوهات بصراحه اللي جابت عندي فيوز، اللي هي بتاعت اكل الدول العربيه المختلفه. يعني انت احمد دلوقتي تقدر تقول لنا في دقيقه احنا ليه بنتاوب؟ احنا ليه بنتاوب؟ الفكره نفسها بتاعت المتاوبه دي ليها تفسير علمي. التفسير العلمي هو ان جسمك بيبقى سخن، او مخك نفسه بيبقى سخن في درجه حراره عاليه شويه، فجسمك بيضطر ان هو يخليك تفتح بقك عشان تدخل اكبر كم من الهواء الساقع اللي يدخل يرطب الجزء بتاع المخ اللي هو سخن ده، فانت بتحس نفسك ان انت عايز تتاوب. يعني ملهاش علاقه بالنوم يا احمد خالص، ان هو دايما يقول لك لو انت بتتاوب ده عشان انت عايز تنام.
ما هو اصلا الواحد يعني احساسه بيبقى عايز يجي له احساس النوم ده نتيجه انه بيبقى جسمه من جوه دفي فبيديله احساس الخمول. صح. فالواحد بيبقى عايز لما بيتاوي بيبقى خلاص بقى اللي هو جسمه من جوه خملان. والحاجه الثانيه ان انت لما بتيجي تتاوي اكتشفوا انها بتتنقل، يعني لو انا جيت اتاوبت قدامك هتلاقي نفسك غصب عنك اوتوماتيك انت جامد تتاوبي. مظبوط. ودي بتحصل بينا كتير برضه. هم قالوا ان ده دي تفسيرها الوحيد ان هي بتتنقل بس، يعني ما قالوش ليها تفسير علمي تاني. طيب احمد، احنا في بدايه الحلقه بتاعتنا النهارده كنا بنقول على الموضوع بتاع ايلون ماسك ان هو بيعمل محطه تلفزيونيه في الفضاء، وبعدين واحنا بنتفرج على البروفايل بتاعك لقيناك كاتب عن اغلى شهر عسل موجود في العالم، ممكن تكلمنا على الفيديو ده؟ الفيديو ده انا كنت شايف ان الفتره الاخيره دي او في عامه يعني البنات والولاد بقوا بيفكروا انا عايز اطلع شهر عسل في بالي، انا عايز اروح مش عارف فين، انا عايز اروح اندونيسيا. فانا كنت داخل عايز اشوف ايه اغرب او ايه اكتر حاجه ممكن تكون فيها حاجه مختلفه في شهور العسل. فلقيت اتصدمت، لقيت اغلى شهر عسل في العالم بكام؟ $9.5 مليون للشخص الواحد. فاللي هو ده رقم في الحياه كلها، رقم مش طبيعي. ده في قد ايه؟ الحياه كلها، احنا قعدنا حياتنا كلها مش عارف بالظبط الرقم ده. 9 مليون دولار ولا 9.5 مليون دولار؟ 9.5 مليون دولار للشخص، لشخص واحد، يعني هو يروح لوحده او هي تروح لوحدها بقى. هو 12 يوم، رحله 12 يوم ليها اربع نزلات ومعاهم اثنين بس من فريق العمل. يعني بيروحوا فين بقى؟ الفكر هو هتطلعي في الفضاء وهيبتدي يعلمك في الفضاء بقى ازاي تتعاملي مع الجاذبيه، ازاي تزرعي في الفضاء. هم ما حددوش الزراعه والحاجات دي هتبقى على سطح قمر او سطح كوكب تاني، هم الفكره ان هم قالوها انها هتبقى في الفضاء وانها هتبقى بتلف لمده 12 يوم حوالين كوكب الارض. بس هي الفكره نفسها اللي هو هل فعلا الموضوع يستحق ان انا ادفع 9.5 مليون دولار في حاجه زي دي؟ يعني ما اعتقدش. لا طبعا، انا ممكن ابسط عمري كله بال 9.5 مليون دولار مش 12 يوم يعني. بالظبط، ده لو العمر كله حتى. جايب لكم النهارده احلى فكره لشهر العسل. خططت شركه اوريون سبان انها سنه 2021 تعمل فندق في الفضاء على اساس ان الفندق ده يكون متاح للناس سنه 2022، والفندق ده اللي اطلق عليه اسم محطه اورورا، والرحله هتبقى لاربع نزلاء واثنين بس من طاقم العمل، وهتستمر لمده 12 يوم حوالين كوكب الارض. تكلفة إقامة الشخص الواحد على حسب ما ذكرته واشنطن بوست 9.5 مليون دولار، يعني الليلة تقريبا هتقف ب 791 ألف دولار، يعني بالصلاة على النبي كده ال 12 يوم يعملوا بالمصري 152 مليون جنيه. وبالفعل الشركة عملت موقع للحجز وتقدر تدفع 80 ألف دولار مبلغ للتأمين، والشركة هتوفر لك نشاطات كتير زي تجربة انعدام الجاذبية، وانك تزرع في الفضاء، وانك تكلم اهلك عن النت وانت في الفضاء برضو. ده غير طبعا ان انت هتدرس لمدة 3 شهور ازاي تتعامل فوق، وهتشوف ايه وهتتعامل ازاي. انا شايفها فكرة حلوة جدا لتقضية شهر العسل، واعملي منشن لخطيبك او جوزك حالا خليه يطلعك الفضاء. كتير مننا ما كانش يعرف المعلومه دي ودلوقتي انت عارف. طيب ايوه بالظبط. انت كنت عامل يا احمد فيديو الناس اهتمت بيه عن اغرب الاكلات بتاعه العرب، كلمنا عنه بليز. اغرب اكلات العرب، يعني اكيد كلنا عارفين ان احنا كعرب عامه بنعشق الاكل طبعا، وبنحب تفاصيل الاكل، يعني مش بس بنعشقه بنحب تفاصيله كمان. مظبوط. فكان موضوع الاكلات ده، يعني مثلا كان في من الحاجات الغريبة جدا اللي هي فتت الضبان. الضبان ده اللي هو الضبو، حيوان كده شكله عامل زي السحلية كبير شوية كده في السعودية. فبيعملوا الفتة دي، يعني بعيدا عن ان الكائن نفسه غريب، اللي هو يعني كائن ما يتاكلش. شكله مش حاجة، دي من الحاجات الغريبة خالص، يعني من الحاجات الغريبه ان هم الاجانب كمان بيشوفوا ان ده غريب جدا. الممبار من الحاجات اللي الاجانب بيشوفوها، ازاي انتوا بتاكلوا مصارين اللي هي المصارين اللي ماشي فيها الفضلات بتاعت الحيوان، يعني لو انتوا بتعملوا كده ازاي؟ صح. وبرده الجراد، احنا بنستغرب ده، لكن في الدول العربيه بياكلوا الجراد عادي جدا. والجراد يعتبر وجبه معروفه جدا في الدول العربيه خاصه السعوديه. يعني ايه نوعيه الجراد اللي ممكن الواحد ياكله مثلا؟ ايه نوعيه الجراد اللي الانسان ممكن ياكله يعني؟ لا هو الجراد العادي اللي هو بتاع الجراد الصحراوي ده اللي هو بيبقى موجود في الدوله زي السعوديه، هما بياكلوه بيقولوا ان نسبه البروتين فيه عاليه. هو فعلا نسبه البروتين في الجراد دي عاليه، بس مش لدرجه ان انا اكله يعني. ما في حاجات تانية فيها بروتين ليه؟ لا يعني مش حاسه ان انا ممكن اكل ناموسه مثلا معديه. بس فكانت الفيديو ده جاب مع الناس، والناس يعني اتفعلت عليه كتير. بس في ناس على فكره بتقول ان هو طعمه زي الجمبري شويه.
ايه؟ في ناس بتقول ان هو طعمه زي الجمبري شويه. ما جربتش ومش هجرب وما تخيلش ان ممكن في يوم لا اجرب بصراحه. طيب خلينا نروح نشوف الفيديو بتاع الاكلات بما ان احنا جوعتنا شويه ونرجع تاني. اوكي. اغرب الاكلات العربيه. احنا قعدنا نتريق على الصين واكل الصين، تعالوا شوفوا العالم بقى شايف اكلاتنا العربيه عامله ازاي. يعني مثلا في اكله في السعوديه اسمها كبسه الضبان، والضبان دي جمع ضب اللي هو احنا بنقول عليه السحليه يعني. وعندك مثلا اللسان، اللسان تعتبر اكله شعبيه مهمه جدا، الناس بتاكل اللسان بتاع البقر والجاموس، انا عن نفسي بحبه جدا. حتى الكوارع يعني اللي هو ايه ده اللي انتوا بتعملوه ده، بتاكلوا غضاريف وتقعدوا تشفطوا بتاع كده النخاع من جوه الغضروف، ايه القرف ده. وبرده بيستغربوا فكره ازاي احنا بناكل مخ الجاموسه او مخ الغنم، اللي هو ايه القرف اللي انتوا بتعملوه ده، ولا ازاي انتوا بتاكلوا امعاء ومصارين الغنم والبهايم. قصدهم طبعا على اكلتنا الجميله الممبار قطع لسانهم، والكبه النيه المشهوره جدا في لبنان والشام، وانا عن نفسي بحب الكبه النيه جدا، بس هم برده مختلفين معانا في فكره انت ازاي بتاكل لحمه نيه. واخيرا بقى البيج بوس الفسيخ. فتقريبا كل واحد فينا بينتقد الحاجه اللي ما يعرفهاش سواء كانت حلوه او وحشه، المهم انا ما اعرفهاش تبقى وحشه على طول. طيب انت شايف ان السوشيال ميديا بقت مصدر معلومات للناس ولا يعني المصدر ده ممكن يكون الواحد مش متاكد منه فبيلجا مثلا للكتب او اي حاجه تانية؟ والله السوشيال ميديا من وجهه نظري زيها زي اي حاجه تانية، سلاح ذو حدين. لو انت استغلتها صح وفعلا يعني بتطبقي الله في البحث عن معلومه هتلاقي اللي انت عايزه، وهتلاقيها كمان مفسره واسهل من ان انت تقراها من كتب. لكن لو انت شخص تهتم بالرتوش او عايز تركب ترند هتلاقي فعلا المعلومه اللي انت عايزها، اللي هي تروح عامله لك الفيديو يوصل ل 24 و30 و40 مليون، وفي الاخر انت ما فدتش الناس، بالعكس انت ضررت. طب احمد اكيد السوشيال ميديا فيها ناس بتكون مبسوطه بالمحتوى اللي انت بتقدمه، وبرده بيكون في ناس تانية بتنتقد او ما بتحبش المحتوى اللي انت بتقدمه. الناس اللي بتنتقد بينتقدوا بطريقه عامله ازاي معاك؟ والله هي انواع كالعاده برضو، ولكن الاغلب الناس بتبقى عنيفه جدا في الانتقاد، عنيفه لدرجه انه مش بينتقد معلومه انا قلتها، ولا مثلا يقول لي انت مصدرك مش قوي، لا هو بينتقد فكري كله، اللي هو انت بتفتي، انت بتهبد، انت بتقول اي كلام كده، مش داخل بينتقد معلومه معينه، اللي هو لا على فكره تعديل معلومه مش بيناقشك، بيدي لك نقد بطريقه مش حلوه. يعني هو مش بيكون مثلا بيحاول يصلح لك معلومه او يدي لك معلومه زياده، مش نقد بناء يعني. لا 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 خالص، دول قله يعني، دول موجودين بس قله خالص، لكن المعظم بيدخل عنيف جدا، اللي هو انت ما بتفهمش، انت يا عم بطل بقى اللي انتوا بتعملوه ده، انتوا بتدوروا على ترند، انتوا عايزين كده يعني. بتتصرف ازاي مع الناس دي؟ انا برد بصراحه، وبرد بمنطق يعني، مش اكيد مش برد بنفس الطريقه طيب. بس برد بالمنطق، اللي هو يعني طب واجهني، طب قول ايه المشكله، طب انت شايف ايه الصح كده يعني، لغايه ما بحرجه، اما بيعتذر في الاخر اما ما بيردش. لا ربنا يديلك الصبر كله يا احمد بصراحه. الله يخليك. بشكرك يا احمد على ان انت كنت معايا النهارده. احمد رضا مؤسس صفحه بريك، ميرسي جدا. شكرا ليكي. وبكده نكون خلصنا حلقتنا، اشوفكم الاسبوع الجاي وترانز جديده. باي باي.